بسم الله الرحمن الرحيم. في مجلتنا هذه جاك سيكون هناك ثقافة للأبناء والبنات في السن من 12 سنة إلى 16 سنة لمعرفة كيف يكون المستقبل من ناحية الأمن الغذائي وأيضا الثروات. نستعرض معكم قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هذه الآية فيها تصوير لما هو الحال الذي نحن عليه الآن من تكديس الذهب في البنوك. يعني حتى لو كان غطاء الأموال بالذهب فهو تكديس في البنوك، إنما الذهب هو حليل الناس والأموال من الذهب أيضا في يد الناس. يعني هناك في حاجة للذهب ليكون حلي، أو من ينشأ، يقول الله سبحانه وتعالى أو من في وصف المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وهذا شيء محفور في الذاكرة عند أهل الشرق وكثير من المسلمين والمسلمين كلهم، وحتى في الهند والصين، أن المرأة لها الذهب أو تحلى بالذهب. وحلي المرأة هو ادخار الأفراد. يعني الآن كل الناس ادخارهم في البنوك، لكن حلي المرأة هي ادخار الأفراد، تتحلى المرأة به، وإذا احتاجت ترهن الذهب أو تبيعه ثم تشتري ذهب آخر. فلو قدر الحلي فقط في الزواجات الجديدة النيولويد، وكان هناك مليار زواج في كل سنة، أو حتى 100 مليون عشر ذلك في كل سنة، وكان الذهب المقدر بمئة جرام، فنقسم المئة مليون على عشرة، عشرة مليون كيلو جرام سنويا ذهب جديد يقدم. فكل الأسواق يعني في ندرة. يعني مثلا مثل المجتمع في مصر لو في زواج مليون بس في السنة فهم يحتاجوا، وكان 100 جرام 100 مليون جرام. أو حتى 10 جرام وفي مليون، 10 مليون جرام ذهب سنويا. حتى يكون حلي للنساء، وطبعا العدد أكبر من ذلك بكثير. فسبحان الله، حلي النساء في الآية هذه بتتكلم عن زمن سيدنا موسى، قد يكون اليهود أيضا مهتمين بالذهب
لهذا الأمر وكل العالم. فالذهب مهم وغطاء الذهب مهم، لكن ليس بطريقة أن يكون الغطاء وهمي، بل هناك حاجة لأن كل إنسان، يعني لو كانت البنوك صحيح هي آمنة وكذا يعني أفضل من البيت، فنأخذ فيها الصناديق وهي موجودة، فكل شخص لكل فتاة يعني ولي الأمر وكذا يؤمن لها ذهبها تتحلى به في الصناديق، يعني يضع لها في الصندوق. طبعا هناك زكاة، لكن هناك كمان عامل الانفليشن اللي هو يسموه التضخم، هو أكثر من الزكاة، يعني العائد من التضخم أكثر من الزكاة. فسبحان الله متناسب، الزكاة 2.5%، ففي دائما بسبب هذه الحلي حاجة الناس موجودة، لأنه أنا لما أنزل الذهب اللي عندي في ميزة، الحلي فيها ميزة، طبعا الحلي ذهب وممكن يضاف إليها الألماز والأشياء الغالية اللي السوق يرغب فيها، يعني الألماس مثلا 10 أضعاف الذهب، يعني لو كان في ذهب ب20,000 جنيه في الألماس ب200,000 جنيه، فهذه كلها حلي للمرأة، لكن فيها حفاظ لمال الفرد، وكما ورد في الآية هذه السامري جعل الذهب والحلي في النساء بني إسرائيل في العجل، وكأنه الآن العجل، والآن يعبد، يعني يعبد، تعبد رؤوس الأموال والبنوك، ويسخروا الناس الشركات، وهذا كله الآن في تغيير. يعني أنا دائما أقول الكورونا تجب ما قبلها، وذلك نضيف الآن الكورونا وحرب أوكرانيا والمكرونة، المكرونة تصنع من القمح، وكلها سبحان الله أسماء متقاربة، ولعل هذا أمر يعتبر فرج، وإن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي بالخير، لكن هناك دراسة جديدة ونظام جديد، ونتابع مع مجلتنا قاموس، وهناك قاموس جديد للمفردات، يعني بدل المفردات اللي تخص الأموال وتبادل الأموال وكذا وكثير من الأشياء، والغذاء وإنتاج الغذاء من الهواء.